بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نقول لها الحريق جاء بدا برحت لولي دورت عود الناس كامله علمت بيه، ما خالك حد ما شافه، خوفه وسائل الاعلام كامل وحريق ملي ما هو عادي، ما هو مثلا معتبر كحريق كبير، وصورته دور جوا كامل و تقريبا محلات اللي كانوا هنا قال لهم مرصه قلب المدينه في المدخل تقريبا سبعه وفيهم ماليه عظيمه الحمد لله، ياسر من الزمن عايش فيها، ياسر من الناس عايش فيها، وهي قدر من المال، قدر ما نقدر نعرف حجمها على اقل بعد ما ثروه عود اقل شيء فيها 21 مليون، هي بعد اللي دوني من حالها، وراكم شفتوا مدارين اللي وقع لها ولا خال منها شيء، خلاص خلق الحريق الساعه 2 الناس رقود ولا فهم وسيله قاع له شيء، الحاكم ان شاء الله خيرا فشل النعمه وجات هاي فومفيا غير ما وصلت يكون الساعه 5 لين ما لحقت شيء، مثلا فم الانقاذ يكون طافي وتوف هكذا وتوف دخان عن الناس، وطالبين من الدوله من الجهات المعنيه كامله تتدخل لنا بالمساعده وتوف ذاك اللي قد تعدل لنا، جزاه الله خير والسلام عليكم ورحمه الله. بعد شيء هذا سلام.